يقود العملية بإذن الله. شريف الوزاني مع ماجر اللي محروس هو الآخر، فيه مراقبة فردية. دفاع المنطقة زائد مراقبة فردية، كل عناصر فريق زيمبابوي في منطقتهم. كانت محاولة مليحة من نادو الكين، ما توصلش إلى بلومي. قلت كل عناصر فريق زيمبابوي في منطقتهم، و لما تكون الكرة جديد في الهجوم الخاطف هذا حاج عدلان، شوف ما يقدرش يراقب الكرة، ثم مناد مليحة، جرب حدو هدف أول، بالفعل هدف أول مناد يسجل في الدقيقة 35، هدف أول من تسجيل جمال مناد بعد الهجوم الخاطف هذا اللي ربما راح يشجع أكثر الفريق الوطني، ربما راح يزيد يعطي له أكثر ثقة في اللعب، ربما راح يسمح له باش يكون يلعب بأكثر تركيز. المقابلات ما لازمش ننسى بأنها مقابلات تصفوية، هي اللي تأهل للدور القادم من تصفيات كأس العالم، يعني مقابلة ربما تظهر في بعض الأحيان سهلة، ولكن التطبيق هو 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 أصعب، خاصة فوق الميدان. ما قدرتش يعني نلوم اللاعب ونقول، يعني مستحيل يعني نقول بأن اللاعب ضيع الفرصة هذه عمدا، لا ما قدرش. في بعض الأحيان عدم التركيز الجيد، اللاعب كما يقال ما دخلش في اللقاء كما ينبغي. انطلاقة أخرى من بلومي ماجر، شوف أكثر هدوء في اللعب أو محاولات تدخل نتاع شريف الوزاني، ثم حاج عدلان عجاز في وضعية جناح أيمن، عجاز تعود له وتخرج الكرة، تخرج الكرة، ضربة مرمى لصالح باروتس. تصويبة نتاع مناد يعني روعة، أصبح اختصاصي في تسجيل الأهداف ضد زيمبابوي، كان سجل في اللقاء الأول الهدفين، وكان فتح باب التسجيل في الدقيقة 12، اليوم فتح باب التسجيل في الدقيقة 35.